على اثر تداول بعض المواقع الجزائريه لخبر مفاده، اجراء قناه حنا باع لحوار مع المدرب الجزائري جمال بالماضي، والذي تضمن وفق روايه المواقع مغالطات نسبت للمدرب وصحفي القناه. تشير قناه حنا باع ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحه، ولم تقم باجراء اي حوار في المده الاخيره مع الناخب الوطني الجزائري، وتجدد قناه حنا باع حرصها الدائم على متانه العلاقه مع الاشقاء الجزائريين، والتي دابت في اكثر من مناسبه على تغطية التظاهرات الرياضية في الجزائر، لا سيما مشاركة الجزائر في بطولة أمم أفريقيا أو كأس العالم في أكثر من مناسبة. وتوجه قناة حنا باع تحية تقدير لكافة مشاهديها من الشقيقة الجزائر.